لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نتعلم كيف ننشأ دخان من قائمة الجيومتري. نجي عندي قائمة البارتيكال سيستمز، في عندي الأمر سوبر سبراي، بختاره وبنشئ الشكل تبعي. طبعا هاي هي مولد الدخان. في حال حركنا المسطرة تبعنا هون بنلاحظ انه صار في نقاط. عندي هون عدة قيم، فيني اغيره تحصل على الشكل اللي بدي اياه. عندي هون درجة الميلان، نلاحظ انه بيميل معي الشكل. هون ممكن اخلي تتوسع قطر البخار تبعي، وهو تحتها بالاتجاه الثاني بيتلف معي. كمان يعني نلاحظ كيف بيصير عندي الشكل. طيب عندي بالبارتيكل جينيريشن بنزل بعطي السبيد، ازوده بيصير عندي الدخان بيرتفع حجم الدخان. نلاحظ انه كيف حجم الدخان تزداد عندي. تحتها فيني اغيره اكبره اصغره، ممكن يكون كثافة الدخان. طيب إيمايت ستارت، هاي بتكون نقطة او الفريم يلي بدها تبلش منها الدخان تطلع. فنلاحظ انه اذا حطيته على 47 مثلا، نلاحظ اذا حركنا الفريم ما بيصير عندي اي شيء. بمجرد ما اوصل للسبعة واربعين بتبلش الدخان تطلع. خلي مثلا صفر. عندي الايميت ستوب، هاي بيكون الفريم يلي بدها تخلص عنده الدخان. منخلي مثلا 70 اذا مشينا المسطرة. عندي منلاحظ كيف مجرد ما وصلنا للسبعين ما عاد تطلع النقاط، صارت تبلش تختفي. مجرد ما اوصل للمية خالص. نجي عندي الليف، ممكن ازوده او اصغره. هاي بيكون عدد او كثافة الدخان. في عندي السايز بالبارتيكل سايز، هاي بتعطيني حجم للذرات الدخان. طيب اذا حطيت له ضوء ثاندر تاركت دايركشن مثلا، تزود القطر تبعها. طيب اذا بدي اعمل له رندري مثلا، بلاحظ كيف بيطلع عندي بشكل نقاط. هاي النقاط ممكن اكبره او اصغره بالسايز.
كنت عملي رندري، نلاحظ انه صار كبرت. واعطي خامة من الماتيريال، اعطي اللون او ماتيريال شفاف او غامق او رصاصي، يطلع عندي شكل دخان نظامي. اتمنى انه تكونوا استفدتوا من الدرس لليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.